السلام عليكم، ازيك شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ معاكم محمد عبد الفتاح، وان شاء الله في الفيديو ده هنكمل مع بعض بشرح برنامج الاوتلوك. الفترة اللي فاتت كنا اخدنا فيديوهين اتكلمنا فيهم عن الاوتلوك وشرحنا الجزئية الخاصة بالارسال واستقبال الميلات. المفروض بقى ان شاء الله في الفيديو ده هنبتدي نخش في الجزئية بتاعت الكالندر او النتيجة اللي موجودة في برنامج الاوتلوك، واحدة من الخواص الرائعة جدا اللي فعلا موجودة في البرنامج ده. انا دلوقتي واحد بيبقى عندي مواعيد كتيرة جدا خلال الشهر، ولو انا مش كاتب المواعيد دي وفي اداة تفكرني بالمواعيد بتاعتي هبتدي انسى او اسقط كم ميعاد منهم. فلنفترض ان انا عندي ميتنج مع الشركة الفلانية وميتنج تاني مع شركة تانية، ومفروض ان انا عندي ميعاد مع دكتور المفروض اروح له، وعندي عيد ميلاد مش عارف مين، وعندي تسكاية معينة المفروض ان انا اعملها للشركة بتاعتي، في مثلا موعد تقديم البرزنتيشن للشركة بتاعتي. فكل دي حاجات كتيرة جدا، لو انا مش كاتب الحاجات دي اكيد هسقط اي حاجة منهم. فابتدي استخدم اوتلوك كالندر ده عشان يبتدي يعمل ريمايند ليا بالمواعيد دي. زي ما انتم شايفين انا فاتح النتيجة بتاعت اوتلوك كالندر. الموضوع سهل جدا عشان احنا نروح لها، انا لو ضغطت على الظرف ده هينقلني على الميل بتاعي او الرسائل اللي بتجيلي، تمام، او الرسائل اللي انا ببعتها. لو ضغطت على الاداة اللي جنبها دي فهيبتدي ينقلني على النتيجة بتاعت الاوتلوك. زي ما انتم شايفين ده الشكل بتاعها، هو عارض لي انا في شهر 3 2021، فهو بيعرض لي حاليا الايام بتاعت الشهر ده، وعامل لي هنا هايلايت باللون الازرق على اليوم اللي هو 9/3. ليه؟ عشان انا بسجل النهاردة او فاتح البرنامج دلوقتي على اليوم ده اللي هو يوم 9/3. ولو تلاحظوا هنا يوم 8 كان كاتب لي بيرث داي، وهنا كان كاتب لي ميتنج، وكاتب لي ان الميتنج ده هيبقى في القاهرة الساعة 10. وهو ده اللي احنا مفروض عايزين نعمله، ان انا من خلال النتيجة دي افتح الاقي انا خلال الشهر دي او خلال الشهر ده ايه المواعيد اللي مفروض ان انا او ايه الحاجات اللي انا مفروض اعملها خلال الشهر ده. الموضوع سهل جدا، هناخد بس هنتعرف على طريقة عرض النتيجة. حاليا زي ما قلت طريقة العرض دي طريقة العرض الشهرية اللي هو جايب لي كل ايام بتاعت شهر 3. عرفت منين؟ يعني بخلاف ان كل حاجة واضحة في الايام، هنا انا هنا مكتوب لي month ومعمول لي هايلايت عليها، يعني انا كده عارض بالطريقة الشهرية. لو ضغطت week فهيبتدي يعرض لي بالطريقة الاسبوعية. ولو تاخدوا بالكم ان هو عرض لي من يوم 7 ليوم 13. ليه عرض لي من يوم 7 ليوم 13؟ لان انا بكل بساطة انا واقف هنا عند رقم 9، تمام، او اللي هو اليوم 9/3. فهو اخد الـ7 ايام اللي موجودين في اليوم ده اللي هو بدأ من يوم 7 لحد يوم 13، عشان جواهم او في وسطهم في اليوم اللي هو 9/3. يبقى هضغط هنا ويك فبدأ يعرض لي الاسبوع اللي موجود فيه 9/3. لو جيت وقفت هنا مثلا عند يوم 16 فلنفترض، هاجي اقول له ويك مثلا فهلاقيه عارض لي الاسبوع اللي متواجد جواه يوم 16 اللي هو بدأ من يوم 14 لحد يوم 20. طبعا هي دي او دي فايدتها ايه؟ انا دلوقتي ايام كتيره جدا معروضه قدامي في النتيجه دي، وانا عايز اشتغل بشكل اسبوعي او بشكل ويكلي، تمام، عشان ما اتلخبطش في وسط الايام دي كلها. فهضغط هنا ويك فهبتدي يعرض لي ايام الاسبوع بالشكل ده. ممكن مثلا ورك ويك دي لو ضغطت عليها فيبتدي يجيب لي الايام اللي فيها شغل، يعني انا دلوقتي واقف عند يوم 16 فهيجيب لي الويك بتاعي اللي هو من 14 لحد 20، بس هو هيختار الايام اللي فيها شغل والايام اللي فيها اجازات مش هيعرضها لي. اضغط هنا زي ما انتم شايفين معايا. طبعا هو هنا يعني لو تاخدوا بالكم من حاجه، يعني احنا بالنسبه في مصر جمعه وسبت مثلا اجازه، انما بره مثلا في اوروبا لا، هو مفيش جمعه، الجمعه دي مش اجازه، ايام الشغل عندهم بتبقى من يوم الاثنين لحد يوم الجمعه، دي بتبقى ايام الشغل بتاعتهم. عشان كده هو هنا عارض لي من يوم الاثنين لحد يوم الجمعه، والسبت والحد حاسبهم انهم اجازه. طب لو انا دلوقتي عايز اعرض بشكل يومي، يعني انا لو انا واقف عند يوم 9 فيظهر لي يوم 9 فقط، لو واقف عند يوم 16 يظهر لي يوم 16 فقط في النتيجة بتاعتي. فهاجي هنا اختار داي
ابتدي يعرض لي يوم 16 فقط، ويبتدي يجيب لي هنا التايم او الاوقات. لو انا عايز اعمل حاجة الساعة 8، لو عايز اعمل حاجة الساعة 9، هبتدي اسجلهم في الاوقات دي. هنرجع تاني لطريقة العرض الشهرية. لو تلاحظوا برضو على ايدي الشمال هنا في نتيجة وهنا في نتيجة. النتيجة اللي فوق دي النتيجة بتاعت شهر مارس اللي انا متواجد حاليا فيه، او اللي احنا فيه حاليا شهر 3. تحت منها بتلاقي النتيجة بتاعت الشهر اللي بعد مارس، ولو انا واقف عند شهر 4 هتلاقي النتيجة بتاعت شهر 5، ولو انا واقف عند شهر 5 فوق هتلاقي النتيجة بتاعت شهر 6 تحت. يعني تعالوا نقلب من هنا مثلا ابريل، بدأ يعرض لي تحت هنا الشهر اللي بعديه اللي هو مايو، هدوس كده مايو فبدأ يعرض لي اللي هو شهر 6 بعديه على طول. تمام. ممكن لو انا مثلا عايز اختار يوم معين اكتب فيه مواعيد معينة، تمام، فممكن اجي برضو من النتيجة الصغيرة دي واختار اليوم اللي انا عايز يوم 11 مثلا، فيروح هنا جاي فاتح لي يوم 11 وجاهز ان انا اكتب فيه المواعيد بتاعتي. تحت هنا برضو لو تلاحظوا ان انا كاتب لي ماي كالندرز، وفي نفس الوقت حاطط لي هنا ان في كالندر بتاعت محمد السيد وفي كالندر تانية بتاعت محمد عبد الفتاح. انا هنا رابط زي ما اتفقنا في الفيديوهات اللي فاتت، حاطط اكتر من ايميل او رابط اكتر من ايميل ببرنامج الاوتلوك. ادي ايميل اهو، وادي ايميل اهو، وادي ايميل اهو. فهو هنا عرض لي بيقول لي انت الكالندر بتاعتك عايزه تبقى تابعه لانهي ايميل بالظبط او انهي واحد فيهم ليه، او هتفيدني في ايه قدام. قدام هنعرف القصه دي ممكن تفيدني في ايه بالظبط، حته ان انا اعمل تشيك مارك على كالندر تابعه لايميل معين. لو تاخدوا بالكم برضو ان انا هنا في سهم يمين وسهم شمال، ومكتوب لي ان انا بشهر 3/21، فلو ضغطت هنا السهم ده بيبتدي يوديني للشهر اللي بعد شهر مارس، اضغط تاني الشهر اللي بعديه، عايز ارجع اضغط على السهم ده هيرجعني. وعلى ايدي اليمين هنا لو تلاحظوا ان احنا في عندنا زي حالة الطقس. المفروض ان انا لو عندي اي ميتنج مثلا في القاهرة، في اسكندرية، في اي مكان يوم 13، فانا اقدر من خلال اوتلوك اقدر اعرف حالة الطقس ايه يوم 13 في القاهرة عشان ابقى عامل حسابي. الموضوع بيتم بسهولة جدا، هتيجي تضغط هنا تقول له اد لوكيشن. انا طبعا في لوكيشن هنا سويس وفي لوكيشن قاهرة، تمام. لو عايز اضيف او لو عايز استعلم عن اي لوكيشن تاني فاقول له اد لوكيشن، وابتدي اكتب اللوكيشن اللي انا عايزه مثلا او عايز استعلم بيه، تمام، كايرو مثلا، هضغط عليها تاني سيرش، هيبتدي يقول لي كايرو ايجيبت، هقول له اوكي، فهيبتدي يجيب لي هنا حالة الطقس ايه بالظبط. تعالوا نفترض ان في مثلا موعد معين عايز اعمله يوم 12، فلنفترض عايز العب كورة، عايز اخرج مع زمايلي، في عيد ميلاد، في اي حاجة عايز اتعمل في اليوم ده، فهاجي هضغط على اليوم اللي انا عايز اعمل سكادول ليه، تمام، او عايز اسجل في النتيجة بتاعتي ان اليوم ده عندي حاجة، وهبتدي ممكن اكتب من هنا الحاجة دي ايه بالظبط، مثلا فوتبول جيم. بعد كده فوق من تابة هوم هلاقي في نيو appointment او نيو ميتنج، فممكن اختار اول واحدة مثلا، وهنا بيقول لي التايتل بتاع الموعد بتاعك ده ايه، هقول له فوتبول جيم. هنا طبعا انا هنا كنت مختار او كنت واقف عند يوم 12، فعشان كده مكتوب لي التاريخ بتاعي هيبقى 12/3. الستارت تايم والاند تايم هيبقى 12/3، يعني البدايه هتبقى يوم كام والنهايه يوم كام. فانا البدايه والنهايه اكيد هلعب ماتش يعني في نفس اليوم، يعني ده كمان هيتلعب في ساعه واحده، فهبتدي اقول مثلا الستارت ديت بتاعي هيبقى الساعه ممكن نخليها 8 ماشي بي ام، وتنتهي الساعة 9:30 بي ام، تمام. ممكن طبعا لو انا عايز اضيف اللوكيشن عشان اعرف حالة الطقس ايه، فممكن اضيف اللوكيشن هنا زي ما انت عايز. لو انا عايز اقول ان الموعد ده هياخد اليوم كله، يعني اليوم كله انا مش فاضي، هبقى مخصصه للموعد ده او للحاجة دي، فممكن اختار هنا all day، فدي معناها ان الجيم بتاعي او الموعد بتاعي ده هياخد اليوم كله. هشيل التشيك مارك من عليها. بعد ما عملت خلاص
السكادجول بتاعي او حددت انا هعمل ايه، هبتدي اقول له سيف اند كلوز. فزي ما انتم ملاحظين معايا بدأ يكتب لي هنا الحاجة بتاعتي. في طريقة تانية برضو ممكن نستخدمها عشان نعمل موعد جديد، يعني بدل ما كنت بقف هنا اروح رايح ضغط على نيو هنا، لا ممكن بكل بساطة دبل كليك فهتبتدي يفتح لي النافذة اللي احنا لسه كنا فاتحينها من شوية. ابتدي اكتب هنا التايتل هيبقى فيه ايه بالظبط، ممكن مثلا، وابتدي اكتب التاريخ زي ما شرحت من شوية، الستارت تايم بتاعنا ايه والاند ايه، وهنا برضو الوقت بتاعي بدءا من امتى لامتى، هل انت عايزة اول داي ولا لا، اللوكيشن بتاعك هيبقى ايه. بعد ما بتخلص روح له سيف. دي كانت طريقة تانية نقدر نعمل بيها اي موعد. طب تعالوا مثلا نفترض ان انا الموعد ده عايز اعمل شير لي مع شخص تاني معايا في الشركة، يعني في ميتنج والميتنج ده عايز اعمله مع واحد اسمه احمد، تمام، او ميتنج انا ظبطت مع احمد ان الميتنج ده هيبقى يوم 19 في الشهر الساعة 11، تمام، وعايز اعمل لي ريمايند هو كمان. بكل بساطة هنضغط هنا دبل كليك هيفتح لي النافذة دي، هبتدي اعمل انفايت وابتدي اكتب هنا عنوان للموعد ده ميتنج required، وابتدي اكتب هنا اسم الشخص اللي انا عايزه يوصل له الريمايند بتاع الميتنج ده، ابتدي احط اي ايميل من عندي هنا، وهنا طبعا ببتدي اظبط الوقت بتاعي زي ما اتعلمنا من شويه، وفي الاخر بعمل سند عشان يروح انفيتيشن للشخص اللي انا المفروض اعمل معاه الميتنج ده، اضغط على سند. هنا بيقول لي انت عايز تبعت الميتنج ده من غير ما تحدد اللوكيشن، ممكن اقول له دونت سند وابتدي اكتب اللوكيشن هيبقى فين بالظبط، بعد كده اقول له سند. لو تلاحظوا معايا ان كل الايام اللي احنا عملنا فيها موعد بدا يتحط لي شريط لبني هنا كده، ده كده معناه طبعا ان الايام دي محطوط فيها مواعيد احنا او عاملين سكادجول لمجموعه مواعيد. برضو من ضمن الاوبشنز القوية جدا اللي بيدهاني برنامج الاوتلوك ان انا مثلا موعد زي ده الساعة 10 هبقى في ميتنج يوم 11/3، فلنفترض ان في حد بعت لي ميل وعايز اقول ان انا غير متفرغة وانا مش موجود في المكتب بتاعي حاليا، يعني يجي له رد ان انا بيزي مشغول دلوقتي او عندي ميتنج او انا برا المكتب بتاعي حاليا فمش هعرف ارد عليك، فبكل بساطة دبل كليك هنا على الموعد ده هتفتح لي النافذة بتاعت المواعيد اللي احنا عملناها، هلاقي هنا مكتوب لي شو از ان انا بظهر قدام الناس ايه بيزي او اوت اوف اوفيس، دول طبعا اشهر اتنين ان انا مشغول حاليا او انا بره المكتب او انا فري، يعني هرد عليك ده العادي اللي هو فري ان انت هترد عليهم، اللي مش عادي ان انت لو مش متاح فهتقول له بيزي، او هنا ممكن اقول له مثلا تنتاتيف دي ان انا مش متأكد من الرد ان انا اقدر ارد عليك دلوقتي ولا لا. اشهر حاجة طبعا بيزي ان انا مشغول حاليا او مش موجود في المكتب، والطبيعي بتاعنا فري، هو النورمال بتاعنا بيبقى فري ان انا متاح ان انا ارد عليك. طب انا مش متاح دلوقتي في اجازة بقى في اي حاجة، فهختار يا اما بيزي لو انا بعمل حاجة تبع الشغل او لو انا بره المكتب او ما جيتش المكتب النهاردة واخد اجازة هقول له اوت اوف اوفيس. برضه من ضمن الحاجات هو انت عايز الاوتلوك يعني يعمل لك ريمايند بالموعد ده قبليها ب 15 دقيقة ولا بنص ساعة ولا بساعة، عايز الريمايند ده يبقى عبارة عن موسيقى تجيلك مثلا فتبتدي تعرف ان في موعد خلال او بعد ساعة المفروض هيكون عندك، فالكلام ده هيتم ازاي؟ من هنا هضغط على السهم ده وابتدي اختار قبل الموعد بقد ايه، 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة زي ما انت عايز، ممكن انزل تحت هنا اضغط واختار ساوند معين او موسيقى معينة انا اسمعها اقول اوكي. طبعا موسيقى ممكن بنجيبها من براوز هنا، وابتدي ادور على الميوزك اللي موجودة عندي فين بالظبط واختارها. لو انا دلوقتي الموعد ده بيتكرر معايا اسبوعيا، يعني كل يوم اتنين، تمام، بروح العب كورة مثلا او بروح الجيم، فعايز يوم الاثنين ده من كل اسبوع يفضل ثابت معايا يبتدي يعمل لي ريمايند عليه، ازاي القصه دي تتم؟ عندي هنا ريكيرنس دي نضغط عليها، ابتدي هنا بيقول لي الستارت ديت والاند
اللي احنا اساسا كنا مظبطينهم هنا، هنزل تحت هنا انت عايز الموعد ده بشكل يومي ولا ويكلي ولا مانثلي ولا ييرلي ولا ايه بالظبط، هقول له ويكلي تمام، وتبتدي تختار هنا يوم ايه بالظبط اللي يبتدي يجي لك الريمايند فيه. ولو اخترنا هنا مانثلي فالمفروض ان انا بقول له يوم ايه مثلا من كل شهر، يوم 11 من كل شهر، يوم 12 من كل شهر، او ممكن اقول له مثلا ان الريمايند ده يتكرر في يوم الخميس، يوم الاثنين، يوم الثلاث، تمام، تاني تلات، اول تلات، تالت تلات، رابع تلات، تمام. ببتدي اختار من هنا وانا عندي مثلا في الشهر في 4 اسابيع، يوم تلات في اول اسبوع او يوم تلات في تاني اسبوع او يوم تلات في رابع اسبوع، هو من هنا ببتدي اختار في اول اسبوع ولا تاني ولا تالت ولا رابع، وابتدي بختار هنا اليوم، هل هو يوم الاثنين من تاني اسبوع او يوم التلات، ببتدي اختار من هنا الحاجة بتاعتي. وتحت هنا بيقول لي انت عايز الريمايند ده يبتدي شغال معاك لحد امتى. ما انا مش معقولة مثلا لو بروح جيم يوم الاثنين من كل اسبوع، اكيد مش طول العمر هروح يوم الاثنين من كل اسبوع، ممكن يحصل حاجات ابدل فيها بدل الاثنين اخليه التلات، تمام، او جاز انا عايز اتمرن لمدة شهرين ثلاثة وخلاص على كده، فعايز الريمايند ده لمدة الشهرين ثلاثة، فببتدي هنا بعمل اند ديت، يعني في وقت معين القصة دي هتنتهي فيه، امتى الاند ديت بتاعي، ببتدي اجي هنا وابتدي اختار انا مثلا القصة دي هتفضل شغالة معايا لحد شهر مايو او لحد 12 مايو 2022. ممكن اقول له نو اند ديت، مفيش اند ديت بالنسبة لي، تمام، او ممكن اقول له اند افتر، تمام، 14 ولا 15 ريمايند انت ممكن تعمله لي، يعني بعد 14 او 15 ريمايند اعمله لي على الاوتلوك، بعد كده ابتدي وقف القصة دي، وفي الاخر بنقول له اوكي تمام على كده. هنا بيقول لي عايز تحفظ، اقول له طبعا احفظ. طب انا دلوقتي جيت جربت، او لما جينا جربنا نيو ابوينتمنت، هل نيو ميتنج هيفرق عنها؟ ما خلينا هنا يعني صراحة في نقطة، نيو ميتنج او ميتنج ده المقصود بيه ان انا في اكتر من شخص المفروض هقعد معاهم او هتكلم معاهم في نقطة ما، تمام. اما موعد ممكن يكون موعد رايح موعد لدكتور، رايح موعد هقعد فيه مع اصحابي، تمام. فتعالوا نجرب مع بعض ندوس على نيو ميتنج ونشوف هل في اختلاف في الاوبشنز اللي هتبقى جوه ولا لا. اضغط عليها، هقف الاول هنا، ممكن عندي ميتنج يوم 23، هختار نيو ميتنج من هنا. هنا بقى اوتوماتيك فتح لي النافذه دي، هي شبيهه هي باللي فات، لكن لو تلاحظوا هنا محطوط لي ريكوايرد، وريكوايرد هنا المفروض اختار الناس اللي المفروض هيحضروا معايا الميتنج ده. فهبتدي بكل بساطه اقول فلان ده المفروض عايز اعمله انفايت، وده برده عايز ابعت له انفيتيشن، تمام. وهنا هنكتب ميتنج ماركتنج ميتنج مثلا، تمام. هنا اللوكيشن ممكن نحدد اللوكيشن بتاعنا هيبقى فين. بعد كده هنا طبعا احنا عملنا انفيتيشن للناس، لكن سؤالي هنا انا عايز اعمل حركة بحيث اللي هيقدر يحضر الميتنج يقول لي انا هقدر احضر، اللي مش هيقدر يقول لي انا مش هقدر. كل ده يتم فين؟ عن طريق الايميل، تمام. فباجي هنا من ريسبونس اوبشنز دي، عندي ريكويست responses او allow new time proposal. هنا request دي هنا المفروض هيديني او هيدي للناس اما ان هيقول لي yes انا هقدر اجي او no انا مش هقدر اجي، وتاني اختيار هيخلي الناس اللي انا بعت لهم invitation لو مش هيقدروا يجوا يبتدوا يدوني مقترحات، تمام، بايام تانية نقدر نعمل فيها الميتنج ده. طب احنا المفروض في الميتنج ده يبقى فيه برزنتيشن، البرزنتيشن دي احنا المفروض نناقشها مع بعض، فعايز ابعت البرزنتيشن دي في نفس الانفيتيشن اللي انا عاملها للناس اللي هيحضروا معايا الميتنج. فاروح على انسرت من هنا، اضغط عليها، ابتدي اقول له اتاتش فايل، وابتدي ادور على الفايل اللي انا عايز ارفقه ده فين بالظبط واحطه معاهم. فلنفترض الفايل ده، تمام، انا كده المفروض الدنيا بتاعتي جاهزه، كل ما في الامر عايز ادوس بقى سند عشان ابتدي ابعت
الانفيتيشن دي للناس اللي انا عايز احضر معاهم الميتنج ده، فهدوس سند من هنا. بس ممكن نشيل بس الايميل ده، هدوس سند من هنا كده. المفروض الانفيتيشن دي راحت للناس اللي انا المفروض هقعد معاهم الميتنج ده. طيب انا دلوقتي من شويه كنت لسه بقول او كنت بتكلم في نقطه ان انا عايز اللي هيروح لهم انفيتيشن يردوا عليا ويقولوا انا هقدر اجي، لا مش هقدر، لا طب انا ما ينفعش الميتنج ده يبقى يوم الاثنين، يدوني مقترحات بايام تانية ممكن يتعمل فيها الميتنج ده. ازاي اقدر اعرف بقى ردهم؟ يعني ردهم هيبان فين، مين جاي او مين مش جاي؟ بكل بساطه هتيجي تفتح الميتنج بتاعك ده من هنا، وهنروح على تراكنج. هتلاقي هنا مكتوب لك الناس اللي اتبعت لهم الميل، وهتلاقي مكتوب لك الاستجابه بتاعتهم جايين او لا. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا نقدر نعملها ان انا اقدر اضيف كالندر تانية. يعني انا دلوقتي في قدامي نتيجة ظاهرة، ممكن اعمل نتيجة تانية اضافية معاها. ممكن اخلي واحدة للبيزنس وواحدة تانية مثلا للسوشيال، تمام، او واحدة تانية للجيم والرياضة والصحة والفتنس والكلام ده كله. فازاي اقدر اضيف نتيجة تانية؟ فمن هنا اد كالندر دي، اضغط عليها وابتدي اقول له كرييت نيو بلانك كالندر. هنا بيقول لي هتسميها ايه، هقول له مثلا سبورتس رياضة، وابتدي اقول له اوكي. ادي زي ما انتم ملاحظين هلاقي في كالندر هنا اتعملت لي اسمها سبورتس، هعمل عليها علامة صح، اصبح بيتعرض لي هنا في اليمين السبورتس، والتانية الكالندر التانية اللي انا كنت شغال عليها اللي انا المفروض اخصصها مثلا للبزنس. طب عايز اعرض دي بس، هشيل علامة الصح من على الكالندر دي، الاقي ان هي دي السبورتس، هي دي اللي معروضة لي فقط. عايز اعرض الاثنين مع بعض، هضغط هنا هلاقي الاثنين بيتعرضوا لي مع بعض. يبقى انا خصصت كالندر للبيزنس وكالندر تانية خليتها للسوشيال او للرياضة بتاعتي اللي انا بمارسها. بكده انا وصلت لنهاية الفيديو ده، واتمنى ان يكون عجبكم. تنسوش بقى لايك شير سبسكرايب في القناة، ولو انتم مشتركين في القناة ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بنزله في القناة. يلا اشوفكوا على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه.